كليب الضمة كان يعني لي شرف اني قمت باخراجه، وكنت يعني استعملت فيه تقنية خاصة اللي هي تقنية لو بلان سيكونس، اللي يعني انه التصوير يكون يعني من لقطة واحدة، يعني من يبدأ التصوير نتاع المشهد لين يفض يكون يعني بدون تقطيع، يعني ما يكونش فيه ديكوباج تكنيك بارابور للكليب ولا الفيديو اللي رايحين نستعملوها. كان فيه يعني نخبة من الممثلين الكبار اللي كانوا في مشاركة المسلسل الضامة. صافي بليزير بور موا بيان سور. اوسي نشكر مزاحم يحيى باسكو هو اللي مد لي هاد لا شونس وامن بيا، ويعني حاب يشاركني في نجاح هذا المسلسل، خصوصا انه في رمضان شاهدنا انه مسلسل الضامة يعني لقى رواجا كبيرا ما بين الجمهور الجزائري. جديد ان شاء الله في الايامات القادمه رايح يكون كاين ان لون ميتراج دوكيمونتير اللي عن قريب ان شاء الله نقولوا واش هو، واش كاين فيه، واش من موضوع، واش من جهه يعني يخص. كذلك عندي يعني فيلم قصير اللي راني نوجدوا له التصوير تاعهم، مازال ما ديسيديناش. انا يعني اكثر بلاصه اللي راني خمم فيها انه يكون هنا في ولايه عنابه، وبلاك في مناطق ديال ساديبون واش من ولايه، وأعمال أخرى إن شاء الله بور لافونير. فوالا مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي أخيرا عاد إلى مدينة عنابة الساحرة. البساط الأحمر إن شاء الله سوف يكون من 3 إلى 9 نوفمبر 2023 هنا في ساحة الثورة بمدينة عنابة. إن شاء الله يعني بعد غياب لمدة 5 سنوات عنابة حتتنفس مرة أخرى السينما. زيدو سي رايحين نشوفوا يعني فيه جوانب كثيره جديده، بيان سور حتكون فيه يعني لمسه جديده، كيف كيف يعني محافظه المهرجان على راسها شاب، وشاب يعني معروف في المجال السينمائي اللي هو محمد علال اللي هو ناقد سينمائي يعني بامتياز. نشكره يعني على الثقه تاعو اللي مدها فيا ويعني عينني كمنسق عام في هذا المهرجان. ان شاء الله نوعدكم باللي حتكون حاجه ملاحه بزاف. بيان سور انا هو يقول لك توجور اول فيلم يكون لك توجور قريب لقلبك. فيلم لامور دو ديابل قريب بزاف يعني لقلبي لي انايا، بديت فيه على دو 17 اول مره كيخرج، دار يعني حدث كبير، ضجه كبيره، اكثر من 5000 شخص يعني حضروا معنا هنا في العرض الاول للفيلم. كان يعني في حضور ايضا نخبه من النجوم السينمائيين في ذلك الوقت، يعني تزامنا مهرجان عنابه للفيلم المتوسطي في دورته الاولى. غشي كبير انه طفل صغير يعني جاي لدنيتو في السينما، اول فيلم تاعو وجه اقبال كبير كيما كاكا، هذا دار يعني دار لي واحد الشعله كبيره في قلبي باش نقدر نزيد نقدم لقدام. ثاني حاجه انه في المهرجان نفسي، هذا مهرجان عنابه في المتوسط، توجور علاش قريب ليا. الحمد لله اني كنت يعني اول شخص من ولايه عنابه اللي عطاه العنب الذهبي، وكانت يعني جائزه افضل فيلم قصير من نصيب فيلم اسف سنه 2016. هذا بس يعني حاجه تفرحني وتحفزني اكثر واكثر، ويبقى هذا المهرجان يعني قريب لقلبي، ونمد له يعني اوفون يعني كي نخدم فيه ولا كي نكون نشارك فيه نكون يعني افيك بليزير كبير. يحكي على جميلة اللي اسمها ديدي مبروكة اللي تعيش في المدينة القديمة، اللي هي يعني امرأة متشردة عانت من ويلات الحياة، يعني كي جا وقت الحراك عاودت يعني زرعت فيها روح جديده اللي تقدر تعاود تحارب بها الحياه من جديد، اللي شفنا ايضا منها من يعني من ادنى طبقه في المجتمع اللي هي يعني طبقه المتشردين، كيفاش اثر عليهم ولا كيفاش شفنا من جهتهم ولا من زاويه تاعهم كيفاش شافوا الحراك. الفيلم الحمد لله يعني خدا يعني جوائز كثيره على المستوى الوطني او على المستوى الدولي، ابرزها كانت نقدر نقول جائزة الجزيرة الوثائقية لأحسن فيلم اللي كان يعني شارك فيها أكثر من 400 فيلم من 30 دولة، والحمد لله الفيلم تحصل على المرتبة الأولى. وكذلك هنا على يعني المستوى الجزائر خدا جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب. الفيلم أيضا عنده يعني جوائز على كما نقول احنا في مصر، في أمريكا، في فرنسا، في بلجيكا،
وفي عمان كذلك خدا مؤخرا يعني 2 جوائز، جائزة رئيس الجمهورية لمبدعين الشباب. يعني تحفز أي شاب جزائري، يعني هذه المبادرة اللي تقوم بها الدولة باش تحفز الشباب على أنهم يعني يبدعوا أكثر في المجال نتاعهم. كان يعني من الأهداف اللي كنت حاب نوصل لها، يعني ألاج دو 20 ans كنت يعني ماذا بيا نتوج بهذه الجائزة، ويعني وسعيت والحمد لله قدرنا نوصلوا لها. برنامج ديزاد فيلم ميكر هو برنامج سينمائي شبابي يبث على القناة 6 التابعة للتلفزيون العمومي الجزائري. البرنامج يعني نحكي فيه على تجارب سينمائية، على مواضيع وكذلك المهن السينمائية. كل عدد يكون معنا ضيف، يكون زعما مساعد مخرج او مدير تصوير او كاتب سيناريو، نتعرفوا على المهنه نتاعو من قريب، وكذلك نتعرفوا على المصطلحات السينمائيه اللي تستعمل في المهنه نتاعو، زعما في كتابه السيناريو واش معناتها العقد، واش معناتها دكتور سكريبت اكسيتيرا، في الاكليراج اللي كما نقولوا احنا نروحوا جهه الدي او بي اللي هو مدير التصوير، نستعملوا ايضا المصطلحات السينمائيه باش نعرفهم اكثر واكثر. كذلك يعني نبتوا فيه بعض الاعمال الافلام القصيره للشباب اللي راهم يبدعوا، باش نمدوا فرصه انهم يعني يفوت العمل نتاعهم مش غير في المنصات الالكترونيه اللي هو اليوتيوب، يتعرض ايضا في قنوات تلفزيونيه عموميه. فوالا دونك اوكسيجين برود اللي هي شركة شبابية 100% اللي راني يعني فيها في منصب ريسبونسابل ديبارتمون اوديو فيزيوال. كانت لنا مشاركة مؤخرا في افتتاح واختتام كأس افريقيا للناشئين لأقل من 17 سنة، حيث انه لأول مرة يعني كنشوفوا بارابور للنسخ اللي فاتوا لهذه الفئة يعني أقل من 17 سنة، إنه يدار حفل بهذا الشكل وبهذا النوع، خصوصا إنه ما فيهش غير بهرجة، يعني ما فيهش غير الغناء برك والشطيح اكسيتيرا، كان فيه مضمون يعني الداخل، وهذا يعني اللي سعى عليه عبد الرزاق بوزيدي اللي هو مدير شركة، واللي يعني بطاقات هائلة، يعني بطاقات شبابية اللي لمها كل دو بارتو من الجزائر كاملة. قدرنا انه يعني نمدوا واحد اللمسة خاصة في حفل الافتتاح او حفل الاختتام، خصوصا انه كان يعني فيه عروض يعني من عرض فيلم للمخرج يوسف بنتيس الى غايه يعني واحد اللوحات يعني ليزاكت اللي كانوا يفوتوا لتما. كنت كل شيء عنده حكايه باش نقدروا نوصلوا لواحد المرادف اللي هو الحلم الافريقي اللي كان عنوان هذا الحفل. حلم حرات يعني كمخرج سينمائي كأي مخرج في هذا العالم يعني كامل، انه يكون يعني حاضر في مهرجان كان الدولي للسينما، يعني اللي يعتبر أكبر مهرجان في العالم، ويكون يعني يشرف الجزائر على مستوى العالم، سواء العالم أو العالم العربي، بطرح إشكاليات جديدة وكذلك بطرح مواضيع تهم المجتمع الجزائري وتوصل خصوصا الثقافة نتاعو. هو كاين العمل هذا تاع المدينة القديمة واسمه ولاد لابلاس دار من بعد، بربي ان شاء الله هو كان واجد وكنت حنبدا فيه، ما كتبش ربي، ان شاء الله راهو محطوط راهو مكتوب اكسيتيرا، ان شاء الله غير تكتب برك ونرياليزيوه. بون اللي كان ما كانش كاين ناس يامنوا بيا، ما رانيش هنا، ما رانيش درك ندير في هاد لا فيديو، واحد ما راهو سامع بيا ما عم بالهمش بالموهبه تاعي. دونك اي واحد امن بيا ولو بكلمه واحده نقول له ميرسي ميرسي غراسياس ثانك يو شكرا.